العزيز مدرب فريق شباب قسم التادله، مرحبا بك في موقع البطوله كوم. كيفاش شي المقابله ديال اليوم؟ المقابله ديال اليوم ضاعت منا، لان كنا غادي ندوي 3 بوان، لان بكل صراحه لولا اخطاء نتحملها نحن كاثاره نتحملها، لان ماشي اللاعب ولا لا، اللاعب كيف ما كان الحال يدير اللي عليه، ولكن الكمال لله. نتمنى التوفيق في المقابلات المقبله ان شاء الله باش تكون نتائج ايجابيه. سعد، ما كيفاش تشوف الوضعيه ديال فريق شباب قسم التادله هذه السنه في بطوله قسم الوطني الثاني؟ يا الفريق خاصو امكانيات ماديه، لان الامكانيات الماديه هما اللي ناقصين جميع الفرق دابا حاليا. وكان سبق العزيز صعد مع فريق شباب قسم، واش عندك نفس الطموح هذه السنه؟ والطموح ديالي انا صعدت بهم وطاحوا وجيت صوفيتهم، يعني دائما مع شباب قسم التادله تيكون عندي واحد التاريخ، لهذا انا اتمنى هذا الفريق، لانه البلاد بلادي باش الروح ديالك خاص يكون في المستوى ديالك. شكرا سعد.